ناخد على التليفون كابتن محمد سليم المدرب العام للمنتخب الاول. يا كابتن تحياتي لحضرتك. تمام ازيك كله عامل ايه؟ تمام؟ الحمد لله. طمنا على استعدادات منتخبنا الوطني لكرة السلة وهو مقبل على بطولة في غاية الأهمية، البطولة العربية اللي كلنا مدركين أهميتها وصعوبتها بكل التأكيد. والله الحمد لله، احنا امبارح خلصنا المرحلة الأخيرة واستقرينا على القائمة النهائية اللي حضرتك ذكرتها. طبعا بطولة مهمة جدا علشان في المشوار اللي احنا ابتديناه من حوالي سنة ونص، وكل اللي احنا الحمد لله وصلنا نهائي كأس العالم وظهرنا اعتقد بمظهر جيد. كان نفسنا طبعا ان احنا نوصل للاولمبياد مباشرة، بس ربنا يعني ما وفقناش. لكن البطولة العربية اعتقد جزء من خطة الاستمرارية والتطور للفرقة، واللي احنا الليفل اللي احنا وصلنا له اللي احنا مش عايزين نقل عنه، بالعكس عايزين نزيد عنه بحيث ان احنا نكمل في اعلى مستوى على قارة افريقيا، وان شاء الله نعدي بعد كده على مستوى العالم. فطبعا بطولة مهمة جدا، فيها منتخبات قوية جدا، في يعني في بعض الناس قللوا من البطولة، لكن أنا شايف البطولة منتخب الكويت، المنتخب الكويت منتخب معاه مدرب ألماني محترم، منتخب تونس جاي تقريبا بالفول سكواد بتاعه، منتخب المغرب جاي بالفرقة اللي كسبت الأفريكان في الصيف اللي فات، فمنتخب ليبيا منتخب متطور جدا ومعاه مجنس ومعاه كوتش فؤاد أبو شقرة أحد الكوتشات الكبار في الوطن العربي. هتبقى بطولة قوية، فاحنا هدفنا ان احنا نستمر في الليفل اللي احنا وصلنا له ونزيد في خطة التطور بتاعنا واحدة واحدة وما نقلش عنه. كويس دي قوي. أول المنتخب لعب لقاءين وديين امام الامارات وامام ليبيا. بالظبط المنتخب الاماراتي هيكون معانا في المجموعة، فهل ده بالظبط. طبيعي ان انا العب لقاء ودي مع منتخب انا هلعب معاه في البطولة؟ حضرتك عارف الحاجات دي بتبقى انت متفق عليها من بدري، فدي كانت خطة الاعداد من حوالي 3 اسابيع، تم الاتفاق عليها من قبل القرعة. انت عارف حضرتك القرعة كانت من حوالي 3 ايام، فكان صعب طبعا اللي انت تتراجع عن الماتش الودي او كده. وده على فكرة الموقف ده كان حصل لنا قبل كأس العالم، اللي احنا كنا متفقين على ماتش ودي مع منتخب المكسيك، وكان معانا في المجموعة بعد كده. وكان ما واتغلبنا في الماتش ده، وبعد كده كسبناهم في البطوله فرق 28 بوينت. ايوه هي وبعدين البطوله ده لقاءنا معانا في الدور التمهيدي، الدور التمهيدي بياخدوا منه 4 منتخبات، فاعتقد المنافسات القويه او اللي انت تقلق منها هتبتدي من دور الثمانيه ان شاء الله. حلوة قوي. القائمة اللي تم الإعلان عنها ازاي تم الاختيارات؟ وشفنا يعني بعض الأسماء اللي مش موجودة، يمكن أهمها عاصم مرعي. شفنا كمان بعض اللعيبة اللي كانت موجودة في بطولة العالم، يعني واحد من العديد من اللاعبين اللي هم أصحاب الأصول المصرية اللي كنا متفائلين بيهم بشكل كبير جدا وأدوا بشكل طيب، ليه مش متواجدين في القائمة؟ لعيب زي عمرو الجندي دخوله القائمة وعودته من الاعتزال، برضو بتشوف ده ممكن يكون مدى أهميته وإضافته لمنتخبنا الوطني؟ طيب انا هبتدي من معلش الاخر. هي أسئلة كتير في بعض. لا لا لا، هبتدي من الاخر. بالنسبه لعمرو الجندي، عمرو الجندي قائد يعني كبير، عمل مشوار تاريخي مع منتخب مصر اكتر من حوالي 14 سنه او 15 سنه، وهو يعني وجوده في اي فريق اكيد واحد من امهر وافضل لعيبه في مصر وفي تاريخ مصر، وجوده في اي فريق هو اضافه اكيد. موضوع الاعتزال الدولي يعني بتحكمه شويه لوائح وقوانين ما انا مش هتكلم فيها، لكن عمرو الصراحه ما تاخرش لما اتكلمنا معاه، والراجل ملتزم جدا في المعسكر والماتشات الوديه قد اداء كويس جدا. عمرو اكيد ده خبر سعيد بالنسبة لنا لأي جهاز، وجود عمرو وسط الفرقة بيضيف ثقة كبيرة جدا وتوهم طبعا كبير جدا للفرقة. بلا أدنى شك. الأسماء التانية اللي هي كانت أو المحترفين بره أغلبهم بره، حضرتك عارف البطولة العربية مش في الأجندة الدولية، مفهوم. فأغلب اللعيبة دي هم مرتبطين بمباريات مع فرقهم، أي وفي لعيبة تانية
برضو كنا متواصلين معاهم زي عمر الشيخ وزي هنداوي برضو محترفين بره، برضو كان صعب ان هم يجوا. بالنسبه للعيبه المحليين اللي في الدوري، طبعا احنا كان عندنا مشكله ان الماتشات الدوري وماتشات الكاس خلصت يوم 12، احنا ابتدينا المعسكر يوم 13، كان في لعيبه بتعاني من اجهاد، وفي لعيبه بتعاني من اصابات، وفي لعيبه مرتبطه بامتحانات نص السنه في جامعاتها، فكان توقيت البطوله عامل لنا شويه مشكله. وللاسف لعيب مهم زي احمد خلف بيبو ما قدرش ينضم اصلا للمعسكر عشان عنده امتحانات، والجامعه رفضت طلب ان هو ياجل امتحاناته. ناسف. الف سلامة. يوسف رفعت واحد من احسن بوينت جاردز السنه دي في الدوري، جه المعسكر للاسف عنده اصابه فما قدرش ان هو يكمل، فما يعني ما تدربش اصلا، فتم استبعاده من القايمه. احمد سامي لاعب الجزيره انضم للمعسكر بعد يومين، كان عنده اصابه في عضلات بطنه وتم استبعاده. فدي لعيبه المهمه. في برضو امبارح يمكن اثنين لعيبه زي ياسر صالح ووليد عبد الجواد جالهم دور برد قوي، مش عارفين ممكن يقعد وقت قد ايه، فبرضو تم استبعادهم من القايمه. فيعني كان في شويه ظروف، بس احنا متفائلين بالمجموعه اللي موجوده، لان اغلب القوام اللي بقاله فتره طويله مع بعض موجود، مع في شويه اضافات لعناصر صغيره، وفي عوده لكابتن الفريق هيثم كمال، هايل، اضافه كبيره جدا، ويضيف خبره وقائد جوه الملعب. ان شاء الله بالسكواد ده نقدر ان شاء الله باذن الله الهدف الكبير اكيد اللي احنا نكسبه. نتمنى باذن الله. قبل ما اختم معاك، عدم وجود المنتخب اللبناني يجعل منتخبنا الوطني هو المرشح الاول للتتويج باللقب؟ هو طبعا المنتخب اللبناني من اقوى المنتخبات العربيه، فانا ما اقدرش اقول ان منتخب مصر مرشح الاول للقب. يمكن لو اتكلمنا على التصنيف الدولي فتونس لسه اعلى مننا في التصنيف في الاتحاد الدولي، لكن اعتقد هو الهدف الاساسي احنا لو كملنا على نفس الوتيره ونفس الاداء، ان شاء الله باذن الله نقدر اللي احنا نكسب البطوله، خاصه بطوله عربيه غايبه بقالها فتره عن مصر. مصر حققت الرقم القياسي 12 بطوله، البطوله دي غايبه عننا يمكن اكتر من 7 سنين او 6 سنين. سليم. ان شاء الله احنا محدش يعني هيبخل باي مجهود اللي احنا ان شاء الله نرجع تاني على منصات التدريب، خاصه انها هنا في القاهره. اكيد. فان شاء الله مش هنتنازل عن اللقب. كل الدعم ليكوا كابتن محمد سليم المدرب المساعد لمنتخبنا الوطني.